يصل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، حيث يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. أكدت السفارة السعودية في القاهرة عمق العلاقات بين مصر والسعودية، واعتبرت أن التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين ضمانة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. معنا من القاهرة مراسلنا محمد الزهار. محمد، ما أبعاد هذه الزيارة واللقاء ما بين ولي عهد المملكة العربية السعودية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الآن حسب يعني البيانات من القاهرة؟ نعم ماجد، دعنا نقول أن اللقاء المرتقب بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري في القاهرة يأتي ضمن اللقاءات المتتابعة بين زعماء أو بين القيادتين السياسيتين في المملكة العربية السعودية، الملك سلمان ولي عهدي والرئيس السيسي. لقاءات متكررة وعلى مدى متواصل. هذه اللقاءات وإن كانت في هذه المرحلة في السنوات السابقة بين الرئيس وجلالة الملك وولي العهد، ولكنها متواصلة منذ عقود تؤسس أو تجسد لحالة التوافق بين القاهرة والرياض على مدى زمن طويل. الحقيقة أن البيان الذي صدر عن السفارة السعودية قبل قليل استباقا لزيارة ولي العهد السعودي للقاهرة أجمل مجمل القضايا التي هناك توافق عليها بين القاهرة والرياض. ربما جاء في مقدمة هذه القضايا هي الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمصر في موقفها في قضية سد النهضة، وفي ذات الوقت الدعم الذي تقدمه مصر في للمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الإرهابية التي يمارسها أو تمارسها جماعة الحوثي ضد المنشآت السعودية. على أي الأحوال، تضمن أيضا البيان الصادر عن السفارة السعودية مجمل القضايا على سبيل الحصر: القضية الفلسطينية، القضية اليمنية، كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وربما كان القاسم المشترك الأعظم الذي تأكد خلال هذا البيان أن هناك إجماع أو ربما تنسيق تام بين القاهرة والرياض على حماية أو احترام حقوق الدول، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتأكيد على حق كل دولة في أن تمارس سيادتها على أراضيها. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أيضا أشار البيان إلى أن القاهرة والرياض تؤكدان على إقرارهما لضرورة الحل السلمي أو الحل السياسي للقضية الفلسطينية وفق القرارات والمقررات الدولية المنظمة لهذا الأمر. هذا الأمر أيضا أو ربما هذا التطابق ورد في البيان بجملة واحدة أو متعددة فيما يتعلق بالقضية اليمنية، القضية الليبية، في الأزمة السورية. التوافق واضح بين الدول أو بين الدولتين على ضرورة أن يكون الحل السياسي هو الحل المرجح والأساس في حل كافة الأزمات التي تحيط بالأمة العربية. من القاهرة مراسلنا محمد زهار، شكرا لك.